أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. وقل إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الإيمان بالله والإيمان بصدق رسوله في البلاغ عنه واستقبال منهج الله في الكتاب والسنة، وتكلم عن المقابل ذلك من الكفر واللجاج والعناد بالله وبالرسول وبالمنهج، أراد أن يعطينا واقعا ملموسا في الحياة لكل ذلك. فضرب الله المثل، ومعنى مثل، مثل زي مثل تمام، هو الذي يوضح لك مجهولا بمعلوم لك، يبقى ده مثل ده. فإذا كنت لا تعرف رجلا يتحدث عنه المتحدث فتقول له هو مثل فلان في الطول، ومثل فلان في اللون، ومثل فلان في العلم، ومثل فلان في الشجاعة. تقوم الصور اللي معلومة لك فلان وفلان وفلان تجمعها تبقى صورة مين؟ اللي ما كنتش عارفه. هذه الصورة توضح لك مجهولا بشيء معلوم. ولذلك الشيء اللي ملوش مثل اوعى تضرب له مثل. فلا تضربوا لله الامثال، ما تقولش ليه، لانه لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. انما اضرب المثل لكل كائنات مخلوقه الله، انما هو لا، هو يضرب الامثال، انما انت ما تضربش مثل له ابدا. هذا ولذلك يقول ضرب الله مثلا كذا، ضرب الله مثلا، هو يضرب، انما انت ما تضربش لله الايه؟ الامثال. فالشيء المجهول اذا جيء له بشيء معلوم استقر المجهول في الذهن واصبح امر متيقن وصوره واضحه له. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثلا لامر معنوي، وهو انك اذا انفقت شيئا في سبيل الله اعطاك الله 100 ضعف له، من 10 ل 700. بده يوضح لك الصورة دي بشيء معلوم لك ومتيقن ومشهود. والمثل الذين ينفقون في سبيل الله أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أنت تعرف الحبة مش كده؟ لما وضعتها في الأرض أنبتت كم سنبلة؟ أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة كام؟ 100 حبة، يبقى الحبة جابت كام؟ الله، دي شيء واضح ولا لأ؟ يبقى الشيء المعنوي اللي هو إذا أنفقت يضاعف الله لك أمر معنوي غيبي، ربنا وضحه لك بأمر إيه؟ حسي. بل الأمر الذي وضحه الله أقوى وأوضح من الذي وضح به. ليه؟ قال لأن الأرض المخلوقة لله تدي لها حباية تديك 700 ضعف، وخالق الأرض ما يعطيش أكثر من كده. تبقى حتى يبقى إذا المثل. فإذا قيل ضرب الله المثل، النقد كان زمان ذهب وفضة، ولكن الذهب والفضة قد يغش، يتحط فيه نحاس كتير ويبقى مغشوش. يقوم أهل بقى الفطنة فيه يجيبوا النقد ويضربوه يختنوه، يعني ندى إيه؟ عرض على النقادين فقالوا ندى إيه؟ فمتى ضرب صار نافذا وصار ملصق به. كذلك إذا ضرب الله المثل لشيء مجهول بشيء معلوم استقر في الذهن واعتمد واعتقد. ضرب الله إيه؟ مثلا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هي القرية المكان يبقى آمن ومطمئن ولا أهل القرية؟ مرة ربنا يكلمك في المكان وهو يقصد المكين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير. طب العير هم الركب اللي هو بتاع، انما يسال القريه ولا يسال اهل القريه؟ يبقى يسال اهل القريه. ده اللي نعرفه لحد دلوقتي. لكن العلم كلما تقدم يعطينا الله مددا في قوله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. كيف؟ قال لك ولماذا لا نكون القريه مخاطبه والقرية واعية والقرية تجيب ازاي؟ أم قال لك ده الآن ابتدأوا يوجهوا الاختراع إلى أننا جالسين في المكان وفي المسجد، وبعد ذلك انصرفنا
بعد ساعة يقدروا ييجوا يصوروا فتيجي الصورة بتاعتنا وإحنا مش موجودين، وصوتنا ياخدوه وإحنا مش موجودين، فكأن المكان ينطبع فيه، تنطبع فيه الأشياء صورة وصوتا. إذا كنا احنا لسه دلوقتي في أول العلم دي وعمالين بيجيبولنا الحاجات دي، إذا بعدين يقدروا يجيبولنا بقى اللي كانوا هنا من 6 سنين، فكأن المكان بيلتقط إيه؟ الإشعاعات والصور. ده المكان اللي من أمريكا لحد هنا في والصور مختلطة، راديو هنا وراديو هنا وراديو هنا، والتلفزيون هنا والتلفزيون هنا، والسيال ماشي هنا يدي الصورة، والسيال هنا يدي الصورة، والسيال هنا يدي الصوت، إيه دي؟ أم قال لك يا وائل العلم ساعة العلم ما يجي يبقى إذن من الممكن أن تسأل القرية أيضا، من الممكن أن تسأل الإيه؟ بس إمتى؟ ويبقى دي من إعجازات الأداء القرآني. كان العلماء يقولون واسألوا القرية، يعني ده العلاقة المحلية والمراد أهل القرية، نقول له على قدنا كده، إنما بعد ما نكتشف دي تبقى القرية بتسجل والمكان بياخد لك صورة وكل حاجة، وبعدين يبقوا إيه؟ ده عايزين يجيبوا أصوات الخليقة من آدم كأنها مودعة في الجو، وصور الأشياء من آدم كأنها مودعة في الإيه؟ في الجو، ما فيش حاجة إيه؟ ما فيش حاجة راحت، إنما زي الموجة تبعد 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 شوية. أنت إذا جئت بحجر فألقيته في الماء ماذا يحدث للماء؟ يعمل دايرة صغيرة وبعدين إيه؟ دايرة أوسع دايرة أوسع دايرة لحد ما يتلاشى في المحيط الواسع ده كله، كذلك الصوت وكذلك الإيه؟ الصورة. إذا لما يقول اسأل القرية بعدين هنقول اسأل القرية مش أهل القرية، اسألها هي ليه؟ أما أنك ده سؤال القرية هيبقى أبلغ، لأن أهل القرية قد يغشون ويكذبون، إنما هي لا. مفهوم ولا لا الكلام؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. المثل اللي ربنا بده يضربه عشان يوضح لنا إيه؟ يوضح لنا أن المكان أو المكين الذي ينعم الله عليه بأشياء ثم يجحد النعمة ولا يشكرها ويستعمل نعمة الله في معصيته يكون نهايته إيه؟ زميمة وقبيحة وسيئة. طيب القرية اللي ربنا بده يضرب بها المثل دي ألها وجود؟ يصح أن يبقى لها وجود. طيب هي ليه؟ هي إيه؟ هي مكة؟ يصح أنها تبقى مكة. أطلقها وخلي مكة تدخل في ضمن الإيه؟ في ضمن الإطلاق. ضرب الله مثلا قرية كانت، يعني في الزمن الماضي، آمنة. آمنة احنا قلنا زمان ان الامن نوعين، امن عام يطلبه الانسان في كل مكان، وامن خاص. لا، سيدنا ابراهيم لما دعا ربه رب اجعل هذا بلدا بلدا امنا زي اي حتة بدنا فيها امان، لكن دعا دعوة تانية رب اجعل هذا البلد البلد ده آمنا، دعوتين اتنين. الناس يفتكروا ان هي دعوة واحدة، لا ده هو بده يقول يا رب اجعل هذا البلد آمن زي اي حتة الناس تأمن فيها وفي كل حاجة، لكن البلد ده بعد ما بقى بلد وآمن قال له عايز هذا البلد آمن امن تاج. ايه؟ ام قال له اللي يعمل فيها جريمة قتل ويدخل محدش يقدر يقرب له لما يخرج منها، شجره محدش يقرب له ولا يقطعه، الصيد الله ده امن خاص بقى امن ايه. فضرب الله مثلا قرية كانت امنة ما يهجهاش حد يغير عليها، ادي واحدة. طب ومطمئنة يعني ايه؟ ادي الوصف الثاني، انك اذا اطمئنت الى مكان معناك انك وجدت مقومات حياتك فيه المريحة فاستقرت فيه، وإلا إذا تعبت فيه من أي ناحية تقول والله جو حار تشوف لك حتى ما تطمئنش، تقول والله ده المسائل الحياة فمرافقها وحشة، تقول مثلا ده فيها رطوبة، تقول ده العيش فيها غير أي حاجة، تقول ما تتوطنش فيها، إنما ما دام اطمأنيت في حتة يبقى معناها إيه؟ أن مقومات حياتك موجودة فيها. نعم. ضرب الله مثلا قرية أول شيء كانت إيه؟ آمنة. ثاني شيء إنها إيه؟ مطمئنة، فيها من قومات يأتيها رزقها من كل مكان رغدا من كل مكان يأتيها الرزق. طب ده الناس بتطلع للرزق، إنما ده رزقها إيه؟ بيأتيها. ولذلك هيقول إنها مكة عشان يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من إيه؟ من لدنا.
يأتيها رزقها رغدا من رغد واسع. ولذلك احنا كنا مثلا نروح البلاد دي مثلا نقول نجد الفاكهة اللي موجودة في الصيف عندنا نوجدها هناك، واللي موجودة في الشتاء نوجدها هناك، واللي موجودة في الربيع نوجدها هناك. ليه؟ لأن دي يشبه لها من سماوات كل الدنيا، النهاردة دي والنهاردة دي كل شيء تجده، تدخل السوق تلاقي كل ايه؟ كل حاجة. وهي يجبى إلى يجبى مش بالاختيار، ده جباية، ده غصب عنه. الله، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ايه؟ رغدا من كل مكان، وسائل الحياة مستوفية فيها. فماذا كان من أهل هذه القرية؟ هل استقبلوا هذه النعم بشكر الله؟ هل استقبلوها بأنهم أنفذوا النعم في مرضاة الله وفي طاعته؟ فكفرت بأنعم الله، جحدت واستعملت النعمة من المنعم في إيه؟ في مصادمة منهجه وشرائه وشرائه. ربنا يعمل فيها إيه بعد كده بقى؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذه النتيجة. لما بيضرب لنا المثل الحكاية دي بيقول ايه؟ رد بالك ان اي حتة او اي مكان او اي تجمع ربنا انعم عليه بنعمة الامن وبنعمة الطمأنينة وبنعمة الرزق الواسع وبنعمة، واهلها ما يشكروش ربنا ويجعدوها يكون مصيرها زي مين؟ زي هذه. أذاقها الله لباس الجوع والخوف، نشوف كده أزاقها. ما معنى الإزاقة؟ الإزاقة هنا الذوق هنا، والذوق ما بيتجاوزش حلمات اللسان، تاخد الحاجة تعرف تدوقها بس، وبمجرد ما تسيب لسانك تستوي. الله، طب أزاقها الله لباس الجوع، من أزاقها الله طعم الجوع مش كده ولا لا؟ أزاقها الله طعم الخوف، إنما أزاقها ولباس مسألة مش نقول له خد بالك بقى. ساعة الإنسان يجوع، الجوع الأولي يقول بطني أنا بطني قاعد، إنما لسه عنده شوية شحم بيديها لإيه؟ لنفسه. يقوم يجي معاد الأكل يقول والله أنا ماليش نفس، نفسي انصدت عن الأكل. أنت نفسك ما انصدتش، أنت اتغديت بالفعل. ليه؟ لما ما جاش الأكل يجي معاده الشحم اللي موجود عندك مكتنز من طعام زائد قبل، راح متحول إلى إيه؟ الى غذاء في نفسكش. طب ولما نخلص الشحم ناخد اللحم، ولما نخلص اللحم نبتدي نحط في العظم. الله، اذا الجوع لما يبتدي في البطن، وبعدين يروح في ايه؟ في اللحم، وبعدين يروح في الايه؟ في العظم، ويبقى كل حته في بدنك جعانه، تلتفت تلاقيها ايه؟ زابله، خلاص بقى زبلان وبقى مكرمش وبقى منهك وبقى مصفر، يبقى كل حته في جسمه ايه؟ اصبحت جوعانه. جوعانه الى ايه؟ الى الدم اللي يجري فيها، وجوعانه الى الدسم، وجوعانه الى الشحم، كل حته فيه. فاراد الله ان يشبه لنا ان الجوع انتقل من منطقه البطن ومنطقه اللحم الى الجسد كله، بحيث لما تشوف واحد تلاقيه بائس كده وشكله غلبان اكنه ميه. ايه ظهر على مين؟ على جلده. اللباس فكأن الجلد كله اللي هو بيغطيه زي اللباس ده اهو بقى ايه؟ ذائق الجوع، ذائق الجوع. ولذلك قال لك ايه؟ تعرفهم بسيماهم، ساعة ما تشوفهم كده تلاقيهم ايه؟ شاحبين، مصفردين، فيهم زبون، جلدهم مكرمش، كل حاجة فيهم. فكأن الله أراد أن يضرب الذوق مش بس بهنا، ولا الخوف مش بس في القلب، هو الذوق هنا والقلب والخوف من القلب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني أشياء بقت إيه؟ بقت طب الجوع ظهر زبولا وظهر صفرة وظهر كرمشة وكل حاجة، والخوف أم قال لك الخوف أصل القلب في القلب، لكن لما يزداد الخوف يعمل إيه؟ ترتعد الفرائس مش كده؟ ولما يزداد قوي إيه اللي يحصل؟ كل جسمه إيه؟ يترعش. يبقى اذا الجوع لفه لف الثياب، والذوق لفه لف الثياب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. فالنتيجة ايه؟ الجزاء. فأذاقها الله، هو أذاقها الله الجوع وأحسها بالخوف،
بس خلى الجوع والخوف داخلين في الايه؟ في الإزاقة. ليه؟ لأن الإزاقة دي أقوى حسة. أقوى إيه؟ أقوى حسة. فأذاقها الله لباس الجوع. وجاب كلمة لباس عشان يدل إيه؟ أن الجوع شامل كل الجلد زي الثياب ما يشمل كل، والخوف شامل كل الإيه؟ فارتعدت فرائصه. ولذلك كلها فلان ارتعدت فرائصه، ارتعد. كان زمان يفهم وفهم إن الحب في القلب، قلب بيريدك، قلب بيحبك، قلب مش عارف ايه، ويقعدوا بقى يقلوا يتكلموا عن القلب بقى، وعمال سعد ما بيشوف المحبوبه بيتنطط ومش عارف ايه. اما لا، هو القلب ده الحب، القلب ده شويه، ده مره يتسامى الحب، يقول ايه؟ خطرات ذكرك تستثير مودتي، فاحس منها في الفؤاد دبيبا. زي ما تقول ده لساعة بسمع صورته قلبي بايه؟ بيدو. خلاص كده. خطرات ذكرك تستسير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة. ده المسألة مش كده على قلب. لا عضو لي إلا وفيه صبابة. مفيش عضو فيها إلا وإيه؟ وفيه إيه؟ مناخيري فيها صبابة، وإيدي فيها صبابة، وركبتي فيها صبابة، كل حتة فيها جسم فيها، مش في القلب بس. فكأن أعضائي خلقنا قلوبا. يبقى شوف الشمول قد ايه. هي كلمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف تعطينا الشمول للجوع والشمول للايه؟ للخوف. كأن الجوع والخوف صار لباسا يلف كل الايه؟ كل البدن. طب احنا هل الله تجنى على القرية بانه أذاقها لباس الجوع والخوف، ولا هي اللي عملت كده؟ ليه؟ لأنها كفرت بأنعم الله. وما دام كفرت بأنعم الله، نقول إذا مش ضروري نحبس النعمة دي عنكم شوية، فنحبس نحبس الأمن وتخافوا علشان تشعروا بأن كنتم النكبة جت من كنتم بما كانوا إيه؟ يصنعوا. ده كلام على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لقيه أهل مكة بالصدود والجحود والنكران وإزاء الناس، وبيتوا لقتله وبيتوا لإخراجه وعملوا العمل دي كله، دعا عليهم وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فاستجاب الله دعاءه. أهدي فأذاقها الله لباس الإيه؟ قالوا حتى أنهم كانوا يأكلون الجيف ويخلطون الوبر والشعر بالدم عشان يبقى له قوام كده ويأكلوه، يأكلوا كل حاجة، ما عادش عندهم أي حاجة. وبعد ذلك لما ضجوا 7 سنين بقى كسين يوسف، فذهب وفد منهم إلى رسول الله وقالوا: هذا عملك برجال مكة، فما بال صبيانها ونسائها؟ طب دول مالهم؟ فكان رسول الله يرسل ايه اليهم الاشياء. ولذلك هيقول بقى: هنبعت لكم اشياء تاكلوها، بس مش زي ما كنت بتاكلوا زمان، كلها حلال طيب، ما فيهاش لا البحيره فيها والسائبه والمش عارف الايه، ولا فيهاش اللي انتم حرمتموه حراما على ايه ازواجنا وحلال لذكورنا، هتبقى حلال. انا هديكم حلال، كنتوا انتم بتاكلوا على كيفكم، تحرموا اللي تحرموه وتحللوا كويس كده. اذا كانت النعمة تامة، ونعمة النعم فيها ارسال الرسول الهادي. هذه نعمة النعم، قد تكون فيها الخيرات دي كلها، انما قيامها مهزوزة، قيامها نزل وطية، قيامها منحلة. فجاءهم الرسول، ولذلك قال: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. ادي نعمة النعم بقى النعم اللي هي تحفظ الطالب الإنساني وتحفظ المادة معقولة، لكن النعم اللي جاءت تحفظ القيم. رسول ومن أنفسكم، مش أنفسكم، مش بس إنسان ولا من مطلق العرب، ده من كنتم من الجنس ده، هو من قريش، يبقى كان المفروض أنك تستقبلوه بإيه؟ بما علمتم له من صفات الخير والكمال، وكنت تستقبلوه بالإيه؟ بالإيمان. برضو زي ما كفرتم النعم المادية، كفرتم بالنعم الإيه؟ القيمية. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ظلموا في أنهم كفروا النعم المادية، وظلموا في أنهم كفروا بالنعم الإيه؟ القومية. يبقى العذاب جالهم ليه؟
من ناحيتين الاثنين، والامن اللي كان موجود انحل. طب الجوع بقوا ياكلوا الجيع، طب والامن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقر مع انصاره في المدينه يرسل السرايا فترعبهم وتخوفهم، يروحوا كده حوالين عشان يظهر الايه ان فيه قوه لهم. فبقى الجوع موجود والخوف ايه موجود، والاثنين دول الحالتين دول هم سر سعاده الحياه. ولذلك حينما امتن الله على قريش في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم. يبقوا الاثنين دول موجودين، بطن ايه بطن شبعانه ونفس امنه مطمئنه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يدينا دنيا المؤمن ايه؟ من اصبح معافا في بدنه، صحته كويسه، امنا في سربه، عنده قوت يومي، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وعاوز اكثر من الدنيا اكثر من كده ايه؟ نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب. شوف هو اللي اخذ مين؟ اخذهم الله بالعذاب، مش كده؟ انما كلمه اخذهم العذاب كان العذاب نفسه مشتاق انه يروح له، نفس العذاب مشتاق انه ايه يروح له. ما هو عذاب الكافر الحاجه اللي بيتعذب بها تشتاق انها تعذبه. ولذلك ايه؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ هاته اولاد الايه؟ هاته هي مبسوطه اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعذب فيها. فاخذ اكن العذاب بقى شيء وله اراده وله كل حاجه، وهو اللي اخذ، مش العذاب ربنا بعته عشان ياخذهم، لا، العذاب نفسه هو اللي ايه؟ هو اللي اخذهم. فاخذهم العذاب وهم ظالمون. الاشياء المعونات اللي النبي عليه الصلاه والسلام من رقه قلبه ورحمته بقى يبعتهم، قال ايه؟ انتوا كنتوا جعانين وبتاكلوا الجيف ومش عارف ايه، فكلوا مما رزقكم الله. انا مش جايب من عندي، انما من رزق مين؟ من رزق الله، بس حلالا طيبا. وانتوا كنتوا ما بتتورعوش انكم تاكلوا الايه؟ الشيء اللي مش حلال ومش ايه؟ ومش طيب. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واياكم ان تكرروا جحد النعمه ولا نكرمها ولا الكفر بها، لانكم جربتم ذلك في نزع الامن واحلال الايه؟ الخوف، ونزع الشبع واحلال الايه؟ الجوع. خذوا لكم تجربه بقى. فكلوا مما رزقكم الله حلالا، ده تعريف بانهم كانوا بياكلوا ايه؟ ده حرام. وطيبا كانوا بياكلوا الخبيث. واشكروا نعمه الله، اياكم ان تكرروا ايه؟ العمليه. ان كنتم اياه تعبدون، ان كنتم اياه تعبدون. بعد ذلك لما قال فكلوا حلالا طيبا، اراد ان يكرر معنى من المعاني سبق ان وجد في سور كثير، وجد في المائده ووجد في البقره. فالحق سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة وانتم كنتوا بتاكلوه، والدم وانتم كنتوا بتاكلوه، ولحم الخنزير وانتم كنتوا بتاكلوه، وما اهل لغير الله به وانتم كنتم بتاكلوه. فما دام احنا بننقذكم بقى وعاملين لكم معونه ايمانيه من رسول، كل الحاجات دي بقى حلال. طب اذا كرر دي ليه؟ قال لك كررها لامرين، علشان يدي لهم مش صوره عامه في الحكم، ده صوره مشخصه بالحاله. يعني يمكن جعانين وعايزين ياكلوا، ولما يجي ياكلوا ياكلوا حتى الاسلام يبيع الميته وهم بياكلوا الجيف اهو، فقال لهم لا انتوا هتاكلوا، بس هتاكلوا ايه؟ حلالا ايه طيبا. لكن النص وان اتحد في السور الا انه كان يختلف في حاجه. في مره يقول وما اهل به، سوره البقره، وما اهل به لغير الله، وهنا يقول وما اهل لغير الله به. دول نصين، اوعى تفتكر ان ده تفنن في الاسلوب، لا، لانهم لما كانوا الاهلال معناها رفع الصوت عند الذبح، كانوا ساعه ما يجوا الذبيحه كده يهلوا يرفعوا صوتهم ايه، ولكن يقولوا والعياذ بالله باسم اللاته باسم العزه، يهلون باسمائهم الشرك خلاص. فكانهم ما يهلوش باسم الله الواهب، انما يهلون باسم الشركاء الباطله. طب قال لي يهلون، مره يهلوا به لغير الله ومره يهلون لغير الله به. اما لك لان الذبح كان نوعين، مره يذبحوا للتقرب الى الاصنام
يبقى الاصل في الذبح ايه؟ يقول لك ما امل لغير الله به، لكن مره يذبحوا عشان ياكلوا. يبقى ما امل به، يبقى هو المقصود الاول الذبيحه، انما المقصود الاولاني هناك ايه؟ التقرب لمين؟ يقوم يقول لي في دي له اللي بيتكلم رب بقى، ما أهل لغير الله به غير ما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما هو الاضطرار؟ اضطرار إن لم تأكل مت أنت أو من تعول جوعا، تبقى تأكل بس غير باغي. يعني ايه غير باغي؟ الباغي هو اللي بيتجاوز الحدود. افرض ان عندك شيء حلال وشيء ميت، ما تقولش اخد ده بقى ما دام عندك حلال. ولا عادل ولا معتدل، تاخد على قدر رد الجوع، اوعى تملى بطنك كده زي ما بيكون قاعد. ما انت بتاخد عشان تحفظ ايه؟ تحفظ الحياه، يبقى خد على قدر حفظ الايه؟ الحياه. فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا ايه؟ فلا، فان الله وذكر فلا اسم عليه. نعم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ما هي فإن الله غفور رحيم؟ قد فلا إثم علي، مش هي برضو كده ولا إيه؟ بس مرة يجيب سبب الغفران ومرة يجيب الغفران، قد المسألة كلها. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يحل أشياء في الكون ويحرم اشياء في الكون، يجي الملاحدة يقول لك اللي حرمه دي لازمة وجوده ايه؟ اللي حرمه ده لازمة وجوده ايه؟ تقول له لو انت فاكر ان كل موجود جاي علشان يؤكل، طب ما هي في مصالح تانية غير الاكل، في مصالح تانية غير الايه؟ غير الاكل. تبقى هو بيحرم الاكل انما ما حرمش المصالح الايه؟ التانية. الله، طب الخنزير هو محرم اكله، طب هو خلقه ليه؟ طب ده هو ده اللي بيلم قذرات الكون كله، يبقى هو له مهمه، ما تنقلش مهمته دي الى الاكل، ما تنقلش مهمته الى الاكل، ما ياكلش التعابير. ليه ما ياكلش التعابير؟ عشان مهمتها انها تجهز السم عشان فيه داءات هتيجي تتعالج بالسم. اذا ما تقولش ما دام حرمها خلقها ليه؟ تقول له اصل انت فاهم ان كل حاجه معموله عشان ناكلها، لا فيه ناكله وفيه لمصالح ايه؟ لمصالح اخرى. طب ما الحمير حرمها عشان بنركبها ولا ما بنركبهاش؟ والبغال بنركبها ولا ما بنركبهاش؟ يبقى اذا ما تقولش ما دام قد حرمها فلما خلقها؟ لانها لم تخلق كلها للاكل ولكن خلقت لايه؟ لاش الذباب اللي احنا بنشوفه دي ونعمل له مبيدات ونعمل له مش عارف ايه، يبقى اي مكان خلقه دي ليه؟ طب انا عايز ينظر كده المكان النظيف، اترى فيه ذبابا؟ ها؟ امال بترى الذباب فين؟ في المكان الذباب في المكان القذر ده، لو شفته لما يتلم على قذاره بياكل القذاره دي، يعني بيصلح لك غلطه الوساخه بتاعتك، بيصلح لك غلطه. فاذا رايت ذباب في حته اعرف ان فيها ايه؟ قذارة. ولما ما يكونش فيها قذارة الذباب يقول ده ملوش علاقه بيه. ولذلك الناس قال تبيد الذباب، لا ابد ما جاء من اجله الذباب، هذا الكلام، ابد ما جاء من اجله ايه؟ ابد ما جاء من اجله الايه؟ الذباب. ولذلك ربنا يقول اوعى تحتقر، لما موسى ولا الذبابه دي مخلوقه لمهمه، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، فما فوقها في القلة والصغر، لأن كل حاجة لها إيه؟ لها مهمة. فيجي بقى يقول لك تعالى بقى، الإنسان ياخد من واقع تكوينه المادي وتجاربه حاجة تقرب له المعاني القيمية الدينية. إحنا بتبقى عندنا آلات كتيرة، مثلا عندنا لوري عايزين نمشيه، وعندنا مثلا اوتومبيل تاكسي عايزين نمشيه، وعايزين مثلا ديزل على البتاع ده عايزين نمشيه، وعايزين طياره عايزين ايه نمشيه. كل واحده من دول لها وقود ولا لا؟ هل يمكن ان تضع وقود هذا هنا؟
تجيب بالله تمشي الطيارة اللي عايزة أوقع أنواع البنزين بالسولار، نبقى اللي عمل الصنعة مديلها الغذاء اللي ينفع لها. كذلك اللي خلقك مديك أصناف، قال لك أصناف كتيرة كل دي ولا تاكلش دي، زي انت ما تعملت دي نحط سولار وده نحط بنزين وده نعمله جاز وسخ وده الله. مسألة مش عادية. ده لما حتى حبوا يعملوا بنزين صناعي جم المناطق الباردة فشلت التجربة. ليه؟ قال لك لأنه لما عمل بنزين صناعي راح في المناطق الباردة البنزين اتجمد في ال، شوف البنزين منه صناعي انما البنزين الطبيعي اللي مأخوذ من المواد الطبيعية ما اتجمدش ولا عمل أي حاجة. يبقى إذا كل شيء له وقود، وما دام كل شيء له وقود قس نفسك عليه بقى. أنت أيها الإنسان وقودك إنك تاكل كذا ولا تاكلش كذا، تاكل دي ولا تاكلش دي، كل دي ولا تاكلش دي، زي الصناعات اللي أنت بتعملها تمام، دي مشاها بالجاز ودي مشاها مش عارف بالسولار ودي مشاها بالنقل وأي حاجة. فإذا الذي صنع الصنعة هو الذي يعطينا الوقود اللي يديلها مقومات حياتها وإيه؟ وحركتها. فما دام قلت كل دي ولا تاكلش دي يبقى لازم لها إيه؟ لازم لها حكمة. وإياك أن تفهم أن كل شيء حرم إنما حرم لأجل ضرره، لأن المحرم لأجل أنه يضر الإنسان هذا المحرم في ذاته حرام بالنسبة لك، لكن قد يكون الشيء حلالا في ذاته ولكن التحريم بالنسبة لمن يستعمله هو حلال في ذاته. والولد اللي شفت صحته مثلا ضعيفه شويه والدكتور قال لك اوعى تخليش يشرب لبن، تخليش ياكل مانجا عشان الكبد بتاعه ايه تعبان، تخليش ياخد لحمه علشان مش عارف ايه، الله الشيء دي في ذاته حلال ولا مش حلال؟ التحريم طرق عليه مش للذات، ده للايه؟ ده للمحرم عليه. يجي يقول له مثلا انت يا راجل اللي اسرفت في السكر ومش عارف ايه، انت ما تاكلش السكر كتير، يبقى السكر في ذاته والشهد والمش عارف ايه والحلاوه هي في ذاتها حلال ولا لا؟ يبقى التحريم بالنسبه لذاتها ولا بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لك انت. يبقى اذا قد يكون التحريم بالنسبه لذوات الاشياء وده تحريم عام اللي هو ربنا قاله ده، وقد يكون التحريم لا للشيء لذاته ولكن للمحرم عليه لانه يضر. وقد يكون الشيء حلال وان كانوا برضه المحرم عليه ما يضروش انما انت برضه تمنعه. يجي الواد عمل ذنب تقول لوالدته الواد اللي كان بياخد كل يوم شوكولاته دي ما تحرميه من الشوكولاته، الشوكولاته بقت محرمه عليه مع ان شوكولاته حلال في ذاته، وان اكلها ما يجرالوش حاجه انما ده انت عاملها عقوبه، عاملها ايه؟ يبقى إذن التحريم مرة إما يكون لذات الشيء لأنه ضار بمن يتناوله، وإما أن يكون الشيء في ذاته غير محرم ولكن لده بالذات ما ينفعش كالأطعمة الخاصة بالنسبة للإيه؟ للمرضى. وقد يكون لا ذا ولا ذا بل أنا بمنع عقوبة، الواد ما ياخدش مصروف النهاردة، الواد ما ياكلش مثلا حلويات الله. يبقى إذن في التحريم له أسباب إيه؟ أسباب كثيرة. هنا بقى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، بقى ألسنتهم تصف الكذب، قال ده هو مش كاذب، ده الكلام بتاعه بيصف الكذب، الكلام بتاعه نفسه مش هو كاذب، ده الكلام بتاعه بيصف الكذب، اللي مش عارف الكذب يعرفه من ده. ولذلك يجي واحد يتكلم اي حاجه ومشهور عنه الكذب يقول له عيسى، يعني خلاص انت ما دام قلتها تبقى ايه؟ يبقى معنى تصف ألسن يعني كلامكم يصف الكذب، ساعه ما يتكلم اي كلمه يبقى معناها انها ايه؟ انها لا ابو لمعه خلاص. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هتقولوا ايه عشان يبقى كذب؟ هذا حلال. ما تفتروش على الله بقى، من الذي يحلل ومن الذي يحرم؟ الله وحده. اوعى تقول دي حلال من عندك واوعى تقول دي حرام من ايه؟ من عندك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كلام ما يسوي، ان فلحوا شويه
وكذبة ولا كذبتين ادت لهم منفعة عاجلة كده ينفقش بعدين تبقى هتديله متاع قليل قريب وبعدين يتعرف عند الناس انه ايه انه كذاب وما دام عرف عند الناس انه كذاب انقطعت مصالحه بالنسبة للخلق ولا لا فاذا كان الكذب مرة واثنين وبعدين ينفضح امام الخلق يبقى امام الخلق يعمل ايه بقى متاع قليل يعني الكذب اللي هتفتروه ده يديكم متاع ايه قليل ويحرمكم من ايه من المتاع الكثير الدائم بتاع ما عندكم ينفد وما عند الله ايه ما عند الله بقى ومش بس كده ولهم عذاب عظيم تاني ولهم عذاب أليم ماذا متكلم فيما احل الله احرم وفيما حرم الله وياك تحللوا انتم وتحرموا جاء لنا بصورة من التحريم لا لذات الشيء المحرم ولكن حرمه عقوبة زي ما قلنا الواد ما ياخدش شوكولاته الواد ده ينحرم من كذا هي لا تضره ولا الشيء في ذاته حرام انما هي ايه عقوبة وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل بقى التحريم العام للذات اهو هو ده كويس كده ولكن فيه تحريم خاص لا لانه ضار ولكن لان عقوبه ما قصصنا عليك في ايه في ايه وعلى الذين هدوا حرمنا كل ايه ذي ظفر ومن الايه ذي ظفر زي ايه مثلا زي الجمل ذي الظفر هو القدم اللي مش منفرج الاصابع اصابعه مش مفرجه عن بعضها حته واحده كده زي الوز مثلا ملزوق الاصابع ولا لا والبط والنعام ان ربنا حرمه عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ايه ذي ظفر طيب ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه الا ايه الا ما حملت ظهورهم او الحوايا اللي هي المنبر الغليظ ده اللي بيسموه اللي بنحشيه رز ده او ما اختلط بايه طب حرم عليهم ليه دي ليه حرمها قال انا ما حرمتش دي لانها هي في ذاتها ضره فانا عايز احرمهم من نعمه ليه ام قال لك لانك انت اذا اخذت من وراء الله حكما حرمه لازم يقعقبك بانه حرم عليك شيء احله ما تفتكرش انك انت اخذت دي سرقه كده من الله واقترأت على الله في حكما يقول لا انت خدت اللي محرمه عليك واستعملته لا انا هحرم عليك اللي حللته شوف الايه ولذلك هيقول ليه طب ما حلم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شو حرمنا عليه لا الى ليه قال لك علل فبظلم من الذين هادوا بسبب ظلم وقع منهم حرمنا عليهم ما قصصنا عليه اللي هي في الآية ايه الاولاني وعلى الذين هادوا حرمنا فبظلم اي بسبب ظلم وقع منه لانهم اجترأوا على حدود الله وتعاليمه عملنا فيهم ايه حرمناهم من الشيء الذي حل كان حلالا لهم وهو حلال ايضا لمين لغيره فبظلم احنا قلنا الظلم نقل الحق من صاحبه الى غيره اول ظلم قمته ان الشرك لظلم عظيم وهم عملوا كده فبظلم من الذين هادوا من اليهود وهادوا سموه كده ليه لانهم حينما غرق فرعون وهم جاوزنا ببني اسرائيل البحر وبعدين اتوا على قوم يعكفون على ايه اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله وبعدين عبدوا العجل يبقى اول ظلم عملوه ايه كفر بالله هذه واحدة طب وظلم للرسول لأنه قال فما آمن لموسى إلا ذرية من إيه من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنه طيب طب وظلم ثاني إيه هذا ظلم الله أنهم كفروا به وأشركوا وظلم موسى بأنهم ما أمنوش به إلا قليل طيب والظلم الآخر إيه قال لك ده فيه ظلم ثاني أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالإيه وصدهم عن سبيل الله الله دي كلها ظلم تاني ولا لا
يبقى بسبب أنهم أخذوا غير حقهم فأخذوه ظلما حرم الله عليهم أشياء كانت إيه؟ كانت. يبقى إذن المحرمات كم قسم الآن؟ قسم حرم لذاته لأنه ضار، وقسم حرم على البعض وإن لم يكن ضار وإنما لأني ضر له بالذات إنما هو حلال، وقسم لا يضر لا في الأولى ولا في الثانية ولكنه جاء عقوبة. يبقى عندنا إيه؟ ثلاث أشياء. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، أي في آية إيه؟ كل ذي إيه؟ زفر من قبل. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ليه ظلموا نفسهم بإيه؟ بأنهم عدوها إلى شيء يحقق لنفوسهم متاعا قليلا عاجلا، فحرموا نفسهم متاعا كثيرا إيه؟ آجلا. يبقى هم اللي ظلموا نفسهم إيه؟ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان فرصة جهالة نفسه ترميه إلى المعصية، لكن إذا عملها ربنا لم يغلق باب الرجاء فيه ولا باب الرجوع إليه. فإذا تاب عن الذنب الذي ارتكبه توبة نصوحا وأعد نفسه إعداد أنه ما عادش يعمله، مش ضروري أنه ما يعملوش بعدين، لا، بس ساعة ما يتوب ما يقولش والله بقى هنتوب النهاردة وبرضه نبقى كده ونتوب تاني، لا، لازم تكون توبة خالصة. لكن إذا وقع عليه الذنب بعدين ما يدرش حاجة. ولذلك ربنا قال أنا تائب ولا تواب؟ معنى تواب يعني إيه؟ يعني موالي. يبقى رحيم ولا مش رحيم؟ يقولنا زمان تشريع التوبة من الله رحمة بالخلق، لأننا كما قلنا إن كان واحد يذنب مرة ذنب في غفلة وفي حمق وفي شراسة التكوين وبعد ذلك ربنا ما يقبلش توبته، يبقى إيه؟ شرس ويعربد في المجتمع. فربنا بده يرحم المجتمع من العربدة دي، يقول له لا تجيني برضو أنا، لله أفرح بتوبة عبده. من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف لما واحد يكون معه ماشي في الصحراء والبعير بتاعه يشرد منه ويضل بقى في الصحراء وما فيش حاجة، عليه الراحة وعليه الزاد وعليه المية والبعير تاعه، وبعدين يلتفت يلاقي البعير بله كده ومسكه، يفرح ولا ما يفرح فيه؟ أهو ربنا يقول لك لله أفرح بتوبة عبده. من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه، لأنه إيه؟ في مين؟ رجع إلى ربه إيه؟ ثانيا. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقلنا ده في مبالغة تانية، يمكن لو أحسن التوبة وكثر الأعمال الحسنة اللي تذهب الأعمال السيئة ربنا يبدل إيه؟ السيئات بتاعته حسنات. معاملة إيه؟ معاملة رب مين؟ رب كريم. وكلمة إيه؟ شوف ثم إن ربك للذين عمل، ثم يقول لك إيه؟ أنا فلان والله يا شيخ ما عارف فضل ولا عارف حقي، عمل كذا وعمل كذا، ثم عمل كذا يا أخي، ما تجيبش ثم ده لحاجة تانية إيه لها إيه؟ قال ايه؟ قال لك شوف انا عملت كذا عملت كذا، وبعدين بعد ما عملوا كده برضو قبلتهم برضو ايه؟ ليبين لك البون الشاسع بين رحمة الله واصرار العصاة على الكفران بالله واصرارهم على الايه؟ على المعصية. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. شوف كلمة ان ربك، والرب هو المتولي للتربية، وده يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره أن يغفر الله للمؤذنب من أمته. معناها كده يقول له ربك يا محمد غفور إيه؟ فكأنه بيمتن عليه وهو بأنه بيغفر لأمته إذا أذنبت إذا أذامه. يبقى معناها إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على مين؟ كما قال حريص عليكم إيه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله يمتن على رسوله بأنه يقول ربك غفور رحيم، غفر لشيء ليه؟ لأمتك وإلى